اتكلم يا اخي. مش عارف اتكلم. انا مرتبك جدا يا سعاده الباشا. يعني بدك انا اللي اتكلم؟ طيب اسمعي يا ناديه، خطيبك وبابا راخر مرتبك مش قادر يتكلم، يعني بدك انا اللي اتكلم؟ فليكن. اديني اتكلمت، مش ده موضوع الكلام؟ مش البيه مكلف خاطره بالمجية عشان يقول لي انا بعد البحث والاختبار اتضح لي انك غير جديرة بان تكوني عروستي؟ غير جديرة؟ نادية انا بس من فضل شيء محزن بالذمة، مش شيء محزن. المحزن مش فسخ خطبتنا، المحزن خطبتنا نفسها. ازاي احنا كنا مخطوبين لبعض؟ واحدة تقضي نهارها تتعلم مزيكا وتقضي ليلها في السينما، ازاي يجي منها زوجة جديرة واحد جد استاذ علم الحشرات مش عارفة الكلية دي؟ لا يا نادية هانم، لا مش ده وجه الخلاف ابدا. المزيكا والسينما صحيح، انا ودني ما ترتاحش للمزيكا، لكن ما اقدرش انكر فضلها. الحشرات اللي انا بدرسها كثيرا ما نحتال على ترويضها بانغام الموسيقى والسينما. مين يقدر يعيب على السينما؟ انا اغلب محاضراتي بشرحها بالسينما، حياة الحشرة، ازاي الحشرة تتكون. حضرتك بتبتسمي، في كلامي شيء يضحك؟ ابدا، بس زي ما انت عارف بعد ساعات اجي اعيط اضحك، لكن انا مبسوطة جدا من كلامك ده، لانه في شرح المسائل كتيرة كان بابا يسألني فيها وما اقدرش اجاوبه عنها. زي ايه مثلا؟ دايما يسألني ايه اللي بينرفزك من مجاهد بيه. وهل في حاجة بتنرفزك؟ انا في حاجة تنرفز يا آنسة؟ أنا بلقي محاضراتي على 300-400 طالب وطالبة. أنا مش فاهم إيه لزوم الكلام ده كله. حضرتك تقدمت لخطبة بنتنا، قلنا أهلا وسهلا، ما حصلش تفاهم بينك وبينها، خلاص
انتهينا يا باشا. مش انا المسؤول. اظن انا مؤكد انت. انا حاولت اثر عليكي، حاولت اجعلك صورة طبق الاصل مني، حاولت افهمك ان الشاي يحوي مادة التيين، وان التيين سام زي الكافيين اللي في القهوة، وان السم اللي فيه لا يخفف اثره غير السكر. حاولت اقول لك لا بأس من شرب الشاي، لكن مع كثير جدا من السكر، وحضرتك مصممة حتة السكر قد كده على فنجان قد كده. انا هعيط اهو. في الالوان يا سعادة الباشا، مين يقول ان اللون الاحمر الزاهي لون غيرنا؟ اللون الاحمر اللي الديك الرومي لما يشوفه ينفش، اللون الاحمر اللي يتخذوه وسيله لمصارعه التيران هي فضل عليه لون البامبا المسكر او الكناريا البهتان. مين يعني عايز تبرهن لي ان انا سخيفه؟ متاسف جدا يا انسه، ما قصدتش والله، والله ما قصدت. انا قلبي بيتقطع. صحيح؟ اذا فاعلمي يا نادية ان موقفنا هذا مش موقف وداع، لا تقدري تقولي اجابة، احنا الاثنين في اجازة صيفية وان شاء الله بجاهد بيه. كفاية بقى. حسنا، احتراماتي احتراماتي. مجاهد بيه، حضرتك نسيت الخات. لكن ليه؟ ما قلنا احنا الاثنين مجاهد بيه. حسنا اتفضل. اوروفوار. الوداع. اعوذ بالله، انا مش فاهم ازاي كنت طايقة السخيف ده. ايه هدية؟ والبنت المهذبة لازم تقبل الهدية اللي يقدمها لها بابا. ملاك، لا 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 لا، بابا لما يهديكي تاني مرة مش هيختار الهدية لوحده. أيوة معذرة يا سعادة الباشا، الآنسة برجلتين عقلنا احنا الاثنين. أنا ما جاش على بالي أبدا أفسخ القبة أو أسترد الهدايا أو أي شيء من ده. أنا جيت النهاردة أبدي بعض ملاحظات، وقلت لسعادتك كده دورت الموضوع وخلت سعادتك تظن، بل خلتني انا نفسي اقتنع باني جاي افسخ. انا ما يمكنش افسخ قطه، انا خطيبها وساظل خطيبها. بالامر؟ لا بالالتماس. التمس من سعاده الباشا دقيقتين، دقيقتين اتنين انفرد فيهم بالانسه. انفرد؟ انا احبك. مودش اعبدك انت. ايوه انت اللي كنت تقول مفيش في الدنيا حب. انت تتكلم في الحب؟ ايوه، وما كنتش اعرف الحب ده كتير قوي يا مجاهد بيه. بقى حضرتك اللي لما تخش الفصل جميع الطلبه يقوموا لك واقفين تركع لي انا دي. الحب خلاني تلميذ خاضع مطيع. واموري كده بفنجان شاي كبير وعيد سكر واحده واشربه لك على طول، وبرهن لك ان بقيت صوره طبق الاصل منك. كرافته حمراء اهي، ايدك اديني ايدك، لازم تديني ايدك. البسها الخاتم، خاتم الخطبه، خاتم خاتم الحب. مجاهد بيه والدقيقتين اللي استأذنت فيهم بابا طاروا كمان. أنا فهمت، فهمت خالص. الوداع. الو؟ ايوه انا. اسمع، نتغدى سوا النهارده. قلت لك نتغدى مش نتعشى. لا لا ما اقدرش استنى العشاء، عندي كلام كتير.
أخبار سارة جدا. أستاذ الحشرات انزاح خلاص. لكن طار كده من غير فليت ولا دواء برغيث ولا حاجة. سبحان الله، أنا كنت أقرأ كده عتاه لله في لله. لكن شفت إزاي عين عمرها ما تكتب؟ بتلفت من ساعة صحيت منه. لا 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 لا، أنا مجربها. حاضر 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 حاضر، ما قلنا حاضر، سبحان الله في طبع حضرتك. كم من فضلك؟ 12 جنيه. أفندم. 690 684 697. يا بي يا بي. اوه حبيبي. نعم، انا كنت طلبت من سعادتك ساعتين اجازه عشان اني العذال. انا مبسوط منك جدا، مبسوط منك جدا. شكر يا بي. الساعه بقت 11، تسمح سعادتك؟ مبسوط منك جدا، مبسوط منك جدا. تسمح سعادتك اخرج دلوقتي؟ جدا جدا، اسمح جدا. شكر قوي. اسمع، اني في عفشك من العيال. ايوه يا فندم. حاسب عليهم الكسر، اوعى اقف على دين العربجيه. انا مره واحد عربجي كسر لي معي، تعرف عملت فيه ايه؟ بعدين احكي لك. يا ابراهيم قول لهم يطلعوا العفش. حاضر يا بيه. مبروك يا سعادة البيت. كتر خيرك. تعال تعال. ربنا يخليك. ايه ده؟ ده لازم البنت المجنونة. يا سلام على الناس دول.
جدع. يا ابراهيم فين العود؟ ايوه يا بيه، واخد بالي منه قوي. هاته يا رامي. انزل يا عم انزل. ايوه هنا انزل. الله. وبعدين بقى ايه رمي الطوب ده؟ هي الناس تستقبل الجار الجديد بالشكل ده؟ ان شاء الله يكون ده اخر مشوار للخياطه المسكينه. مش لازم يا بابا، اجرب قبل واختار اللي يوافقني. ما جربتي واخترتي. وماما انت عارف انا ما لبست الا الفستان اللي يجي على مزاج ماما. حاجه لطيفه انت وماما بتاعتك، تختاروا الشيء اللي يجي على مزاجكم وبابا يقف يتفرج ويكتف ايديه كده. بالعكس، ده يحط ايديه في جيوبه كده ويدفع. ماما جت. ماما عيون ماما. اسمع يا سي ماما، حضرتك تحط ايدك في جيبك؟ لا 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 لا، انا حفل دراعاتي اتنين واخدك بالحب. انا مبسوط جدا النهارده، كل واحد قبله اخده بالحب. صحيح صحيح الكلام ده. الحشرات انزعت عنا خلاص؟ لحقتي تقولي له؟ بالتليفون في ساعتها. وما كنتيش قادره تستني؟ ماما بابا بيغير منه. ايوه حاكم ماله فيكي اكتر مني. دي بنتي انا، انا مربيها على دي الاثنين دول، ولا حبيتش معاها حد تاني ابدا، لكن انت حبيت عليها. احب عليها؟ طبعا كنت بتحب امها. ومع انها كانت اختي، فمن يوم ما اتوجدت ناديه في الدنيا خلاص زدت اختي ونسيت كل شيء، أصبحت الدنيا كلها نادية. فتنا لك البيعة يا سي شاكر. أولاً بطلت شاكر دي. شاكر بيه ولا هو إيه؟ لا مؤاخذة. ثانياً أحب إنك تفهم عبارة مهمة جداً. لما بتاع الحشرات اللي اسمه جاهد ده حب يخطب بنتنا، البنت ما كانتش راضية بيه أبداً. ولما سألتني وقالت لي إيه العمل يا ماما؟ قلت لها إيه؟ الشهور شهور البابا. وإحنا يا ولا يا مالناش إلا الطاعة والامتثال. لكن اسمع من هنا ورايح، ماما وبنتها لهم الرأي الأول في اختيار العريس، فهمني؟ فاهمك يا سيدي. أهو كده. ماما تعالى أوريك الفستان الجديد. خليها في الكنكة ما تفرغهاش. سادة مش كده؟ أيوة يا سعادة الباشا. عاد روح أنت، روح روح. بقالك كم يوم في الشقة دي؟ امبارح بس. شقة كويسة، أنا عرفتها على طول بالعنوان اللي بعتهولي. وسبت دوكها ليه؟ كانت غالية يا بابا. بكام؟ 5 جنيه. ودي؟ 3.5. يا سلام، بقى تعزل وتكركب عشان توفر 1.5 جنيه. أعمل إيه يا بابا؟ الميزانية مخساعة شوية، والشقة دي أحسن كمان، فحتة كويسة وهادية. طيب ما نديلك قرشين؟ لا متشكر. ولو بصفة سلفة يا بابا، دي خطة رسمناها سوا وانا بنفذها بكل ارتياح. ايوه يعني، لكن ما تضيقهاش على روحك قوي كده. اذا كانت ماهيتي 15 جنيه كلها مش لازم اعيش فيها؟ وهو البركة فيك، دفعات للملابس وقت البلد ما بتتقطعش. يعني مبسوط انت كده؟ مبسوط قوي. طيب واخرتي؟ افضل كده لحد ما اتمرن على الحياة. معاك حق يعني. معاك حق. انا كمان ربيت نفسي كده. أبويا الله يرحمه عودني أعتمد على نفسي. أمال هنعمل زي ولاد الزواج بتوع اليوم اللي الواحد منهم ما يعرفش يشتري الروح وبدلي؟ لا، الشغل شغل، الشهادات من غير مرجلة ما تسواش بصلة. بتبص في الساعة ليه؟ بس فاضل ربع ساعة. إيه؟ وإزاي شغلك في البنك؟ عال الحمد لله. طيب يا ابني ما تاخد قرشين ينفعوك. متشكر يا بابا. على الاقل عشوه البارح وفطوره النهارده خبطتين في الراس توجع. كله من خيرك. ولا عملت حاجه انت راضي تاخد حاجه من ابوك؟ يا اخي نهايته اهو كله لكم. انا مرجع من البنك ساعه واحده تقريبا، مش هلاقيك هنا؟
استأذن انا بقى. الله يفتح عليك يا ابني ويزيدك عقل وكمال. ما قلتليش البيت اللي خدته كويس؟ كويس جدا. انما كله طالب. انما ايه؟ تصور اني ما اقدرش افتح شباك. ايه برد؟ لا طوب. طوب ايه؟ طوب نازل علي من السقف. السقف ايه؟ من الشبابيك، من الجيران. 1049، 1063، 1037. لكن بالذمه تقول لي مين اللي بيحدفك بالطوب؟ بقول لك الجيران. وايه المناسبه؟ اسالهم. وما سالتهمش انت ليه؟ ايه اللي جابها هنا؟ مين دي؟ اللي حدفتني بالطوب؟ فين شاكر بيه؟ عند سعادة المدير. دي لازم جايه تسأل عني عشان تعتذر لي. ايوه يا فندم. أنا هو اللي. خطوة عزيزة جدا كونك كلفتي خطي. صحيح خمس طوبات، واحدة منهم كسرت الإزاز والثانية كانت هتكسر لي النظارة، لكن مش معقول إن حضرتك كنت أفضل. حاجة مدهشة. دي اسمها إهانة. أمال جاية هنا ليه؟ بقى تحدفوا الناس بالطوب ولا تعتذروش؟ ما أنا أقدر أجيب عربيتين ثلاثة دبش وأحدفكم بيه، بس أنا مش مجنون. وصحيح ما غلطش البواب اللي قال عليكم مجانين. تسيبني واقفة لوحدي يهنوني ويشتموني؟ لازم تعاقبوه، لازم ترفدوه. تعالى يا باشا تعالى. قلت لك موظف عندكم. قاعد يقول لي يا اللي بتحدفي بالطوب يا مجنونه، شغل مجانين. مين ده؟ تعال وريني. ما اقدرش اشوف وشه تاني ابدا. بس روق دمك بقى. ما انتهت بقى. كده هناك عندك الدرج عندك. انت يا فتح فندي، انت اللي كنت اقول عليك انك انت مثال الموظف الجنتلمان، انت اللي كنت دايما افتخر بيك وضعك في جاكيت زي الورده، انت تتسبب في كونهم يتهموني بطيبه القلب. مين يكسر يقول اني انا طيب القلب؟ مين؟ يا فتح افندي خلي عينك وسع كده. شاكر بيه مش طيب القلب. شاكر بيه رجل شديد. شاكر بيه رجل قاسي. شاكر بيه. شاكر افندي. شوف ده عاوز ايه. شاكر بيه. ايوه في حاجه المدير عاوز. انا حوريك شدتي وحزمي. هوقع عليك اكبر عقاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تجي المصائب إلا من حبايا. لكن في إيه يا سعادة البيت؟ إحنا زعلنا سعادتك في حاجة؟ حكاية الطوب. لا 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 طوب إيه؟ أمال إزاي سعادتك هتفوتنا تاني يوم ما تسكت؟ أنا منقول. إن كان على الطوب. بقول لك اتنقلت. نقلوني بني سويف. طوب إيه وبتاعي؟ تعال تعال. أجي إزاي؟ بنت مجنونه زي دي تزعل سعادتك وتحدفك بالطوب؟ اعمل معروف، سيبني من حكايه الطوب واللي بيحدفوا الطوب، اديني فايت لهم البلد كلها. ظبطت
يا بنت العفريت. ايوه هي دي، هي دي يا عم درويش. وكمان بتطلع لي لسانك؟ طب والله لا انا قايل لابوك. شوف عشان تعدي البيت كان حاسبها علينا بني ادم، دي واحده مجنونه. انا مش فاهم، بدك تقولي البنت دي اللي بتحدفنا بالطوب؟ ايوه هي بتاعت البيت، شايف الطوبه في ايدها ازاي؟ بقى البنت دي اللي حدفتني امبارح بالطوب؟ ايوه هي. ايوه هي يا بيه. يا نهار. عم درويش اسمع يا عم درويش، البلكونه دي بتاعت مين؟ ده بيت طاهر باشا. بيت طاهر باشا؟ ايوه ده ظهر البيت، لكن باب السرايا من الشارع الكبير. انا راجع بعد 5 دقايق. اسمعي اسمعي، مش هنقدر نسافر. مش هنقدر نسافر ليه؟ الميعاد اللي كنت طلبته من الوزير اتحدد النهارده الساعة 5، وطبعا ما اقدرش اتأخر عنه. وبعدين؟ ما تسافري انت، وهدتك سبقتك على هناك، والحكاية كلها ليلة واحدة. مش على كده. أمال على إيه؟ بعدين ما يعجبكش ترتيبي وتقول لي كان يوم مات. يا ستي أنا راضي باللي تعمليه كله. اصحي عن جرأتي إذا كلمتك بدون سابق معرفة. أنا كل قصدي أعذر حضرتك على المعاملة دي، أعترف إني أستحق وأرجو تسمعيها. هي جرأة مني صحيح، لكن كل قصدي الاستغفار. تذاكر؟ أنا حتى ما قطعتش تذكرة، ما لحقتش أقطع تذكرة. حضرتك رايح فين؟ رايح فين؟
مش عارف القطر ده رايح اسكندريه؟ ايوه نروح اسكندريه. متشكر. لحظه واحده. والله ما كنت عارف ان القطر ماشي الا لما اكون ساري دخل. انا في الواقع يا هانم مش عارف اقول ايه، خصوصا ان حضرتك ما بتدينيش الفرصه بالمره وكانك مش سامعاني. اكرر مره تانيه اني استحق، لكن الانسان ابن الخطا، ولولا كده ما كانش الزمن اسعدني بالفرصه دي. برضه مش بتردي؟ معلش انا هفرض انك سامعاني واشرح لك اصل سوء التفاهم. مدهش انك ما ضحكتيش حتى على الست دي. هروح مطرح مطروح ان شاء الله للقطب الشمالي. طبعا الهانم تعرف اني عوقبت بسببها ونقلت لبني سويف. انا ما تهمنيش بني سويف، ما تهمنيش الواحد. لو ودوني في الصحراء اكون سعيد، يكفيني شعوري بانك صفحت عني. انا مش فاهم الهانم ليه ما بتردش. دي كلمة واحدة تساعديني بيها. قوليها بأي شكل. قوليها من غير صوت. قوليها من غير ما تقوليها.
أشكرك، أشكرك جدا. مين ميرسي؟ إزاي أنت هنا؟ تعرفي ليه أنا بشكرك؟ لأنك ما كلمتنيش في القطر، وإلا كانت ضاعت عليا الفرصة السعيدة دي. أنا مندهشة، إزاي تسيب نفسك وتيجي لحد هنا؟ أنا ما جيت، أنا واقف هنا بقالي أكتر من ساعة، وحضرتك اللي جيتي وغنيتيلي. أنا معرفش إنك هنا. شوفي أنا مسعد قد إيه، كان كل منايا إني أسمع كلمة، كلمة واحدة، ولو تكون شتيمة صغيرة. يعني عايز نشتمة؟ أيوه. تقيل. بس كده؟ من فضلك سيبني. ما تنسيش إني قلتلك إني هتباعك حتى للقطب الشمالي. شيء بارد. يا أخي أنا ما عرفتش. أقدم لك نفسي. أنا محمد فتحي. ما يهمنيش أنت. ووظيفتي إيه؟ عارفة، حتة تصرف بسيط، كان أولى بيه إنه يوفر ثمن التذكرة اللي خدت منه نص ماهيته. موظف بسيط، هتبقى إيه؟ وهو عيب الواحد يشتغل ويكسب من عرق جبينه؟ الفقر مش عيب. لا مش عيب، إنما سيب. يعني عايز من دهلك العسكري؟ انده. الحمد لله، ضحكت، أنا حطير من الفرح. تفضل. ميرسي. أنت زعلتي؟ متأسف، المنديل أهو، تفضل. وبعدين؟ من فضلك هات المنديل. لا. من فضلك. لا. أرجوك. لا. وآخرتها معاك. قولي لي أنا صفحت عنك، أديك المنديل وتاني راجع مصر على طول. مش قايل. وأنا مش مسافر. بتشفطي فيا؟ أنا حازع على أهو. البحر قدام. يعني أغرق نفسي؟ لا تشرب منه. ضروري قلبك عليا. على المنديل. برضه كده؟ يعني المنديل أعز مني؟ أي. عشان شكل بيه يبقى خالي. قابلتيه في اسكندريه؟ لا، كلمته بالتليفون وحكيت له حكايته. حكايه ايه؟ اللي حصل بينا. كل اللي حصل؟ لا مش كل اللي حصل. امال حكيتي له ايه؟ على سوء التفاهم، وترجيته يصلح مساله نقلك لبني سويف. ويهمك اني ما اتنقلش؟ لاني مش عايزه اكون السبب. لكن أنا عايز أتنقل عشان ما تفتكريش إني جيت وراكي لأجل ما تتوسطي في عدم نقلي. في الواقع أنا جيت البيت علشان أقدم اعتذاري بس، وتابعتك من غير ما أشعر. ولما سافرنا سوا حصل إيه؟ حصل إني شعرت ب... شعرت بإيه؟ بالخوف. من إيه؟ منك. يا غور قولي
صوتك يدوي وانت بتهوي والبعد يليم نارو تكوي والارض بصات وانت بتطوي ما تقول يا ابو رايح على فين على فين وبعدت قريب وجمعت حبيب على شمل حبيب قربت غريب وبعدت قريب وجمعت حبيب على شمل حبيب والقرب نصيب والبعد نصيب ما تقول لي يا ابو رايح على فين ان طال الوقت على الرقاب يجري كلام في سؤال وجواب بعد شوية انك هتندهيني تاني. 1123 1137 1134 لازم كفريتك امبارح الزغطة والله كنا كلنا في سيرتك. ما انا عارف قلبكم فيه الخير لسه ما جاتش يعني استنى شوية. اهلا
طلعت جنبه يا سيدي. يظهر كم يوم اجازه دولنا عن الشوك. مبسوط يا فتح فندي؟ مبسوط قوي يا سعاده البيه. انا كمان والله كلنا انبسطنا يا بيه. اه طيب شوف شغلك شوف شغلك شوف شغلك. قمر انت مش ملاحظ كده يا باشا ان بنتنا الليله قمر؟ وقبل الليله ما كانتش قمر؟ ده جدت عليها حلاوه جنس تاني. انا شايفها الليله حاجه تانيه. والله باين انت اللي حاجه تانيه. دي صح. انا كل شيء قدامي شايفه حلو. ايه بتحب؟ اوعى تكون بتحب يا ماما. مش عاوزين الحق. انا بحب. ولا كنتش اعرف الا لما حصلت العباره دي. واكد لكم امبارح طول النهار وانا متعكن اقول في عقلي بالي ازاي دي تحصل مني لحد ما كلمتيني حضرتك من اسكندريه في نص الليل وقلتي لي طوب ومشطوب. طوب ايه؟ كلام حاجة صعبة. انا فهمت حاجه من اللي قالته. انا قمت مفزوع من النوم. حضرتك بتضحكي دلوقتي؟ انا لما عرفت اني غلطانه على طول. انتوا بتحكوا على مين؟ عالم محمد فتحي الموظف عندها في البنك. فتحي فرديك شربة مية مسكين. العبارة كلها كانت سوء تفاهم و ده شاب هادي وديع رزين مطيع حسيب من الدرجة الأولى تايبست ملوش مثيل يكتب 160 كلمة في الدقيقة. لما يكون عندي شغل مستعجل يا فتحي فندي خلص دول عرض. حاضر يا فندم. وفي مسافة المدح ده بدل ما تقوله لنا احنا قول للمدير عشان يرقيه. نكتة. المدير يثق فيه جدا يحبه ومع ذلك يعامله معاملة المربي للطفل الصغير. لا يغتفر له اي خطأ ده اذا اخطأ. ودايما يخلي الدور يفوت بالترقية. ولما احتاج يقول لي ما دام صاحب الشأن راضي بكده. وصحيح راضي بكده؟ راضي جدا. لازم غني. على العكس. باين من احواله وسيره انه مش غني. صحيح يلبس كويس جدا ولكن يظهر انه ما عندوش ثروه شخصيه. تلعب دور شطرنج؟ ثم راجل. راجل في كل شيء. يحافظ على كرامته ويحترم نفسه جدا. تلعب دور شطرنج؟ ده عليه ربطة كرافطة. والله لولا مركزي لكنت طلبت منه انه يعلمها لي. اه. طرن مع مين؟ مع اللي غلبك امبارح. انت غلبتني؟ يا نادية نادية يا روح فين؟ يا قلبي يا قلبي مالك كده حيرت حيرت أفكاري وياك فضلت خالي من الأشجار
باشا خرج وان حضرتك مشغوله كان التصرف الطبيعي اني انسحب، لكن قلبي قال لي لا، انت جاي تقابلها لازم تقابلها. بقالي ساعه وانا منتظرك، واكثر من شهر ما شفتكيش. تعرفي عملت ايه في المده دي؟ حذري. فاكره المزيكات اللي ساكن قصادي واشتكيت لك من انه بيقلقني من النوم بمزيكته؟ دلوقتي من اعز اصحابي، بيديني درس في النايل. والسينما بحضرها بمعدل 7 مرات في الاسبوع، حتى عرفتهم كلهم. جورج فور، كلارك جابل، كاترين هيبورن، وميكي ماوس. والرقص بقيت فيه استاذ. شوفي انا بقيت حاجه تانية دلوقتي، وكل واحد يكلمني في الحشرات افتكر، لان حبي لك غلب كل حبي للحشرات. شوف الرقصه دي اسمها دوبل فوكس. واحد واحد اثنين واحد اثنين. الو فتحي. دايما فتحي. نادي انا مسافر بكره، ممكن نشوف بعض الليله؟ مسافر بكره؟ لا ده انا هرجع في يوميها. ممكن اشوفك الليله؟ الليله صعب. طب لما ارجع نتقابل. مع السلامه. اهلا وسهلا. اتفضل. حضرتك بتشوف كمقالب يعني؟ لا جواب ولا تلغراف بس كان وقتي ضيق. ضيق ازاي يعني؟ محدش يقابلك على المحطه؟ محدش يجهز الدبايح؟ لزومه ايه؟ انا ما فيش كلام ثاني يا شيخ علي. ده انت خيرك علينا يا اخي. يا شيخ علي جهز الدبايح، خلي الطباخ يذبح حجه وثلاث خرفان. استنى يا عم علي، انا لازم ارجع مصر النهارده، يعني يا دوب كلمتين اقولهم لك وارجع. خير؟ والدبايح دي وقت تاني. ايه روح يا شيخ علي روح. طبعا مفيش لزوم للمقدمات. انا جاي استاذنك، فكرت اتجوز. تتجوز؟ ايوه. طبعا يمكن ده يلخبط البروجرام بتاعنا. بروجرام ايه؟ يعني مش هقدر اعيش من ماهيتي، ويمكن ده ما يعجبكش. ازاي يا هو ايه اللي ما يعجبنيش؟ انا لي حاجه دي ثروتك وثروه اخواتك. واحنا كان غرضنا ايه يعني من شغلك؟ مش انك تتعود الاعتماد على نفسك وتعيش من عرق جبينك؟ ادي انت تعودت كفايه قوي وتمرنت وبقيت عال. يلا يلا يا عم خلينا نفرح بك، يلا اتجوز وكمل نص دينك. ده انا اتجوزت اصغر منك ب10 سنين. وايدك يا اخويا بقى استلم ثروتك وثروه اخواتك، خلينا ارتاح بقى، انا بقيت راجل كباره. تشكر قوي. ودي مين يا ترى دي اللي كربستك؟ لا مفيش كربسه ولا. بقى ما كنتش الكربست كنت جيت تجري وعايز ترجع تجري؟ لا بس الشغل. مين هي بالذمة؟ قول لي يمكن ما تعجبهاش عيشتنا في الريف. مش عارف اذا كنت تعرفها. بنت محمد باشا طاهر. محمد باشا طاهر؟ اللي كان مدير في الدومين؟ ايوه. ونعم واكرم. انا اعرف الرجل ده من صغره، ذمته زي البنور. اسمه طاهر تأمر. اجي معاك الليله نكتبه الكتاب ونعلو الجواب؟ لا يا بابا مش بالسرعه دي. ما انا شايفك في الحكايه دي كتبريت. بقى هما هي يعني ما تعرفش عني اكتر من اني موظف بسيط. الله، بقى ما تعرفش اصلك وفصلك. لا، وده اللي انا عاوزه. ايه قلت لي؟ معلش، من غاب اصله دلايل نسبته وفعله. ذبحته؟ حصل يا سعادة الباشا يتم عزك. اذبحوا كمان 3 عجول وثمان خرفان، خد اهل البلد يعيدوا النهارده. بابا ارجوك ما تجيبش سيره لحد ولا حتى لاخواتي. انا مش هفاتحها في الجواز لحد ما اتاكد من حبها، لان مش عاوز الاشاعه تنتشر ويبلغها ان ابنك، لانها معتقده اني فقير وعاوزها تعتقد كده. ولازم تحبني وتتجوزني وانا كده. ماشي كلامك. ها
على شرف تقعد معانا النهارده. ايه دي؟ برتقالي سعادة البيه، كل سنة وانتم طيبين.
خير 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 خير. ده القهوة خير. أراهنك النهاردة هنسمع حاجة حلوة. أسمعكم أنا حاجة حلوة؟ بسم الله عليها بسم الله عليها. عروسة سمعيني. هي حلوة من بقي أنا. مش عارفة هيكون طعمها إيه في بقكم أنت. لازم حلوة. وما دام من بقك شهد. تليفون يا سعادة البشر. قولي لي أنا. أيوه أنا رايحة أقول لماما. أيوه. إيه؟ مبسوطة مني؟ طيب أخبي وشي وتقولي لي؟ أيوه. طيب. أه. قولي بقى. تقول إيه؟ سبحان الله خطاب حضرتك. جيت ليه دلوقتي؟ راحة فين؟ طالعة قلت. طيب وهو كذلك. أنا هاجي لك حالا. مرات لا يعني ايوه. ارجوك ما تتعبش نفسك. تسيبني ارن طول المده دي ولا تسالش عني؟ تعزل من بيت لبيت ولا تقوليش؟ جاي حضرتك دلوقتي تصالحني في حته شوكولاته. بلاش شكرا. بوسه. هاتي بوسه. طوعيني هاتي بوسه. لا. والله لا خد بوسه. احرقك. ما يهونش عليك. فتحي فتحي ايدي. اخطا عليك. متأسف. أربعة جنيه بس؟ تاخد إعانة؟ أما عمرك عجيب. بابا ما تاخدش منه، فهمناها؟ طب وأنا أختك ما تاخدش مني؟ لا. ما تاخدش من اختك حبيبتك. والله ازعل منك وعمري ما اكلمك. لا 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 اعملي معروف انا ما اقدرش على ذلك. انا ليا كام اخت غيرك يا ست تهام. ايوه كده. والنبي لسه يجي بتوجعني. ما بوسناها وخلاص. بوسها كمان مره. لا. تندم. على ايه؟ جايبه لك حاجه حلوه. صحيح. اهم جودي. امال انا عبيطه زيك؟ يبقى ابويا غني واحرم نفسي من كل شيء. انا يا اخويا من جهتي ما برحموش، والراجل ربنا يخليه ما بيتاخرش عني في حاجه ابدا. يا ناديه انا ماما. بلاش دلوقتي يا خالي.
أنا تعبانة شوي. طيب نأجلها لبعدين. أنا مش عارف قد إيه أشكرك. خلي الشكر لغاية ما تيجي نادية. يا ترى اتأخرت ليه؟ زمنها جاية. ياما نفسي أقابلها وأعرف إيه اللي جرى مني. فكرة لو حطينا نقطتين جن وعصرنا عليهم ليمونة وكسرنا فوقهم بيضة وحطينا شوية شوية من الإزازة دي وضربناهم في بعض يطلعوا برضو كوكتيل. تعمل لي واحد كده وسميه كوكتيل مجاهد. اهلا شريفه هانم. اهلا نبي، بقالنا نص ساعه بندور على البيت. ما هي بيوت جاردنتيتي تتوه اللي ما يتوهش. Thank you.
انتظر. كلما وجهت عيني نحو لماح المحيا كلما وجهت عيني نحو لماح المحيا لم أجد في الأفق نجما واحدا يرنو إلي لم أجد في الأفق نجما واحدا يرنو إلي لم أجد في الأفق نجما واحدا يرنو إلي اشرب شبنة. خلصت كوكتيل مجاهد مال يا بيه. اهلا وسهلا. اتأخرتي ليه؟ كنت عايزة اجي الساعة 8 انما ما امكنش معلش. ها كده برضه. نادية برضه كده كل المدة دي ما شفتيش. ازاي انت هنا؟ انا هنا عشان اعرف ايه اللي مزعلك مني. كنا كل يوم نشوف بعض من البلكون، دلوقتي البلكون دايما مقفول. كنا كل يوم نكلم بعض بالتليفون، دلوقتي اطلبك ما اسمعش صوتك يرد علي. ذنبي ايه؟ كفايه لعب علي، شوف غيري يقول له الكلام ده. انا هنا. بصرني جاي. شريفة هانم ما قالتليش، انما قلبي قال لي انك جايه ولازم جايه. انا سعيد جدا. تصدقي اني انا زينه الحفله بتاعت الليله؟ محسن بيه صديقي هو اللي عزمني. قبلت المرة دي. حكي انتي عملتي ثورة في نفسك، أحدثتي انقلاب. أنا بقيت واحد تاني. ربنا أخذني وجاب غيري.
ريقي نشف. اديني حاجة على ذوقك انت. جاك ورا ويسكي يعملوا كوكتيل على طول. حضرتك باين زعلان. مين زعلان؟ مش لازم حد يزعل الليلة ابدا. اسمح لي قبل اقدم لك نفسي، مجاهد عبد الرحمن مجاهد. انا ارتست، اعرف مزيكا ودانس وسينما، اعرفهم كلهم. عن اذن البيت انا حرقص. لازم بيحب. تعال قول لنا ايه اللي في قلبك. ما اقدرش. وحياتي يا ادم، غير ما واحد مش قادر. قلنا 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 اسمعهم. فتحي هيقول لنا حاجة. عايزين نغني؟ في شخص هنا ما حبش يسمعك. هو مين اللي يخرج؟ هو عارف نفسه، لازم يخرج. نادية نادية أرجوكي. دلوقتي أغني. Thank you.
خفيت منه لقيتني هايم في بحر الشوحني. حبيت ظالم حبيت ظالم يا ريت كان هناني ضيع ودي وصنت بين أجفاني هجر فؤادي وكان مرادي يصون ودادي. كذب ظني وابعد عني كذب ظني وابعد عني من غير ما اعرف ايه كان ذنبي مسكين في هواك انت ولا حاجة. طيب وبتقول طيب كمان؟ امال اقول لك ايه؟ حضرتك بقالك نص ساعة مثلا. معلوم مش خطيبتي؟ نادية خطيبتك؟ نادية هانم من فضلك ارجوك توطي حسها. حضرتك عاوز تعلمني الادب؟ انت تعلمني الادب؟ كنت اعلمه لروحك امبارح. حد ينسيت بالشكل ده؟ انا لولا حشوني كنت هشمتك حطمتك. وعاوز ايه دلوقتي؟ عاوز نتخانق. لازم تخانقني. استني ايه؟ ما ترد عليا. هني زي ما هنتهى وانا اوفر على خدامك تنظيف الاوضه دي امسحبك الارض سوينج واحد وعليك السلام. مش كفايه بقى؟ لا انا جاي اتخانق ولازم اتخانق. طيب انا مندهشه. ازاي تسمحوا لنفسكم تجيبوا سيرتي؟ ازاي تذكروا اسمي بالصوت العالي ده؟ كل الناس سمعتكم. بأدبه بربيه زي هينك امبارح. من فضلك على فرض انه هني وانت مالك؟ احتراماتي. متأسف متألم جدا من اللي حصل امبارح. يظهر اني شربت ثم اهنتك ليا. انا غلطت ولذلك اعتذر. انا مش منتظر اعتذار منك. ثم لازم تفهم مش انت اللي غلطان، انا اللي غلطانة. اللي صدقت واحد زيك كان طيش مني. ظنيت انك فنان وان الفن رفع روحك ونفسك. والحقيقة الحقيقة ان وجود العود عندك حرام يتكسر ويتدغدغ احسن ما تلمسه ايدك.
فين صوتك الحلو والرنان يخفف الاشكال عني انت السمير بين الخلان يرتاح معاك بالي بتعيطي؟ بس 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 يا وحبات بس 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 قولي انت بتعيطي ليه؟ ها؟ انا مش مامتك؟ ايوه انا راح اقول لك كل حاجه عندك في البنك. مش هتقولي مين البنت اللي خرجت دي؟ من فضلك ما تقوليش البنت الخاين. ليه خبيتي عني طول المدة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو لازم أعرف إيه السر اللي بينك وبينها. أنت ما كنتش هتقول لي، هتقول لي مين؟ سهام أرجوكي سيبيني دلوقتي. سيبيني أتصرف. ما دام فتحي عبدك وبتحبيه خلاص انا اعرف ايه اللي اعمله مع البنت دي. حشن كده خطه جهنميه. خليناكي معاك يا بقى برضو ده اسمه كلام. امال احنا قلنا نسيب بيتكم ونيجي هنا في مصر الجديده في بيتي ليه؟ مش عشان نغير المناظر والجو ونبتعد عن اللي هنشنكلهم لحد ما تحصل الشنكله؟ انا مش وعدتك خلاص، بس لازم تقومي تفطري وتضحكي وتفرفشي. بلاش قلايه كتير.
الا انت سمعت مجاهد عمل ايه؟ قال من كتر حبه في الحشرات قال اخترع مصر لو حقن بيه الحشره من دول ما يأثرش فيها لا جاز ولا فليت ولا نفتالين ولا حاجه ابدا. ايوه عادي خليك كده لحد ما اجي. هي دي مشاعة محمد افندي فتحي؟ ايوه. هو موجود؟ لا لسه ما جاش. حضرتك متأكد؟ مين يا ابراهيم؟ واحد افندي عايز فتحي بيه. يا ست هانم انا شاكر بيه سكرتير عام البنك الموظف فيه فتحي افندي. تسمعي حضرتك بكلمتين؟ ايوه يا فندم حاضر. لا حضرتك بفضل ما يمكنش حضرتك بفضل. الشقة دي بيخشها شمس بعد الظهر بس لازم أجرة رخيصة. مسكين فتحي فندي ما يجي شوية. حضرتك تعرفي إن مهيته 15 جنيه بس. إزاي ما أعرفش؟ وكمان ماليش أمل في الترقية يعني قدامه أربع خمس سنين لحد ما نزوده نص جنيه بس. طب ومال فتحي؟ لا انا بس بلفت نظر حضرتك. وهما دول الكلمتين اللي كنت حضرتك عاوز تقولهم؟ لا دي غايته مقدمه كان لابد منها. فتحي افندي اصبح غير فتحي بتاع زمان. دائما في حاله تسيان يجمع اللي يطرحه ويطرح اللي يجمعه. وتعرفي ده كله سببه ايه؟ سببه هو حضرتك. أنا؟ أيوة هو نفسه قال لي كل حاجة. قال لك إيه؟ قال لي إن حضرتك تبقي يعني تبقي صديقته. إيه؟ صديقته؟ عايز أقول خطبته. بزي ما قال لك إني خطبته؟ يا هانم حتى من غير ما يقول لي أنا فهمت كل حاجة. حاكم أنا أفهمه وهي طايرة. ده انت فاهم الحكاية. طب وعاوز ايه بقى مني؟ انا في غاية الاسف اني هقول لحضرتك الكلام اللي هقوله ده. اتفضل. فتحي صعبان عليا وطبعا صعبان على حضرتك. مؤكد. عشان كده انا جاي اكلمك في مسألة الصعبة عندي. ما يمكنش يا هانم إن الشخص يبقى مشغول بقلبه وعمله في آن واحد. حضرتك لازم فاهمة قصدي. فهم. إذا كنت صاحب تحبيه ضروري يهمك مستقبله. لازم تضحي. لازم تصبري وتستحملي. تعرفي أنا جبت لك ظهر الكاميليا ده ليه؟ مخصوص عشان أفكرك. خليكي زي ما الغريب جوتييه بنت الكاميليا. شوفي إزاي ضحت عشان حبيبها أرمان. تعرف انك راجل سيمباتيك دمك خفيف شربات. ما فيش شربات ولا حاجة. انا رجل اعمال رجل قاسي رجل شديد. تاخدي كام حضرتك وتي فتحي؟ اخد 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ سبحان الله في طبع حضرتك. وبتقولي انك بتحبيه؟ ما هو كمني بحبه بطلب 1000 جنيه. فتحي يستاهل مش 1000. طيب كتي خلينا نتفاهم. علشان خاطر فتحي هديكي 500 جنيه ثم حضرتك بكره تلاقي غيره. يستحيل اعوضه. فكرك ممكن حد يحل محله؟ يا هانم العيون الجميله دي البق الحلو ده البشره الصمراء المشبعه بالحمار دي تلاقي بدايه الواحد 40 ناقص كده غنى. ليه تحبسي نفسك في شقه زي دي؟ ما فيهاش لا شمس ولا خدم ولا حشم. شوفوا وشي كسر ازاي. انت خلقتي عشان تعيشي في السرايا في الفيلا
اخوي اديش الشوال زي دي وعش الفقر اللي انت فيها. هديكي 500 جنيه. انا قلت لك 1000. اه 1000 كتير قوي يا هانم. 1000. ميرسي شريف، انت عظيم، دمك شربات. ما فيش شربات ولا حاجه، انا رجل اعمال. اكتبهم باسمي، اسمي سهام ساهر. يا آنسة سهام ساهر، أنا أثق في كلامي، احلفي لي بشرفك إنك هتسيبي فتحي ولا تشوفي شيء أبدا. ما أقدرش، ما أقدرش أحلف. 1000 جنيه، احلفي. فتحي، أنا هحلف عشان أنقذك وأخلصك من اللي أنت فيه. أحلف. اتفضلي. هاي سيد عمر. انت لسه هنا؟ اجمل بشرى. انتصار على طول الخط. العدو سلم سلاحه جري. خطتي، خطتي الجهنميه نجحت تماما. مش قلت لك عشان كي البنت؟ عشان كلتها خلاص. انت لازم بقى تفرفشي، كلها كم يوم. الله، انت لسه؟ بقول لك البنت خلاص لمت حالها ومحتلها. قالت يا فكيك، عاوزه ايه بقى حضرتك؟ انت مش فاهمني. هو اللي مزعلني مش مجرد وجودها عنده، اللي مزعلني خيانته ليا. اي خيانه؟ الو، مين؟ فتحي افندي، انا شاكر بيه. لسه قدامك كتير. لا يا فندم، انا في اخر ورقه. عفارم عليك، تقدر تروح دلوقتي. ميرسي يا ابو الهمم، انت يا بطل. تأخرت ليه النهارده؟ ادوني شغل زيادة في البنك. في البنك؟ أمال فين يعني؟ أما حصل النهارده. إيدك. اصحي. اسمع يا سيدي. نادية! يا نادية! اسعفيني. في ايه مالك؟ انقذيني، خلاصي في ايدك. انا اتشنكلت. فتحي هنا. وجهلي. مسألة خطيرة. ما تفهمش قصدي. افتكر ان عايز اخذ البنت منه. حد يظن فيا كده يا نادية؟ انا وش كده؟ تعالي بس وجعي. كلمة واحدة تقوليها لي. فهميه حسن نيتي. هو فين؟ في مكتبي. طيب انا حقابل. عفارم، يلا بينا. لا خليك انت هنا. تقابليه لوحدك؟ ايوه.
دي العفاريت بتتنطط من عينيه. ما تخافش علي. طيب اذا حصل حاجة انا هنا. افندم احنا لوحدنا دلوقتي، اقدر اتكلم بحرية؟ اتفضل. انت بتحبيني؟ ابدا. بتحبيني؟ انت ما تستاهلش تتحب. ليه؟ وبتضحك؟ ايوه على سوء ظنك. سوء ظني ولا خيانتك؟ انا عمري ما كنت خايف. والست اللي كانت عندك؟ اتكلم. مش قادر. ليه؟ انك بتحبها. معلوم بحبها. بتحبها؟ حد ما يحبش اخته؟ سهام اختك. وانت حبيبتي. طلبت ايدها ووافقت. سعاده البيع عنده مانع؟ انا؟ لا ابدا بالعكس. انما انما ايه؟ لازم ناخد موافقه الباشا. برضه البركه في سعادتك. ايوه انا ما عنديش مانع. وصحيح انا ماما لكن بابا. اقدر اقابل الباشا؟ يا ريته كان هنا، كنا خلصنا. امال هو فين؟ في العزبه. يا خساره. ما تخافش انا هكلمه في التليفون حالا واقول له. تقول له ايه؟ ملكيش دعوه حضرتك.
خطا من ابوك مش مني. نكلمه في التليفون ونفهمه كويس ان عندنا مساله مهمه هنرتبط فيها مواعيد، ومأكد لي اللي حكون هنا للظهر. ايه اللي هعمله بقى؟ ونتيجه اللخبطه بتاعتك دي قلت الفتح يجي هنا الساعه 7 عشان نقدمه لبابا. ونتيجه اللخبطه بتاعت بابا ان الساعه بعيده. ده الساعه 10 وحضرتك لسه ما جاش. مو زمان فتحي جاي دلوقتي. مين عارف سعادة أبوك حشرط إمتى؟ ولما يشرط ينده للمزين يحلق له دقنه ويقص له شعره ويشرب له فنجانين تلاتة قهوة، ولما نحكي له الحكاية ونشرح له المسألة ضروري عارضة يا عويد لحد ما نقنعه ونترجاه. المسألة مش بالسهولة اللي فاكراها حضرتك وحضرة فتحي بتاعك. فطره وخرج زعلان. وده كله نتيجة اللخبطة بتاعتك. لسه برضه بتقول اللخبطة بتاعتي. سبحان الله سبحان الله في طبع حضرتك انت. سعاده الباشا. اهلا اهلا. ايه اللي جرى؟ لا بس تاخيرك وعشر وعشر. لا انت مش مأكد لي انك هتكون هنا قبل الظهر. وايه اللي اخرك؟ اللي اخرني ان بعد غياب اسبوع عن نديتي العزيزه ما كانش لازم اجيلها وايدي فاضيه. جبت لك هديه. هي ايه؟ عريس. عريس ايه يا راجل؟ عريس ما تحلمش بيه. بتشاور بعض ليه؟ لا ما فيش مشاورات ولا حاجه، عباره بسيطه بسيطه جدا. واحد فيه عايز. طيب 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 طيب. ناديه عندها كلام كتير بدها تقوله لك. خش جوه خش جوه خش جوه. سبحان الله في طبع حضرتك. انت كل شغلك كده لخبطه في لخبطه. ليه؟ انا جيت في الميعاد الساعه. وكان ضروري تيجي في الميعاد. الانسان في الاحوال اللي زي دي لازم يجي متاخر ساعه ساعتين ثلاثه، مش يجي في الميعاد بالظبط. دي اسمها امور لخبطه. انت عاوز لخبطه الدنيا. اسمع، انت تاخد بعضك وتروح تتفسح حد ساعه وتيجي تاني. انا مش فاهم. بالعربي الباشا اللي انت جاي عشان تقابله ما جاش. اظن جه. انا بقول لك لسه ما جاش. لا جه. انت بتكذب لي؟ لا انما جه. ما جاش. جه. ما جاش. مش عايز اتجوز. بس اسمعني. مش عايز اتجوز. يا حبيبتي. مش عايز اتجوز. بس احلمي عليا. مش عايز اتجوز. انا ما يهمنيش الغنى. انا ما بقولكيش ان العريس ضروري يكون غني. بالعكس اللي يهمني الاخلاق. انا مش عايش لك طول العمر، فاحب اطمن عليكي قبل ما اموت. وعشان كده احب يكون عريسك راجل، راجل يحافظ عليكي. كل الصفات دي موجوده في اللي بقولك عليه. صحيح ما عنده الثروه. طيب لما يكون عندنا واحد فيه كل الصفات الكويسه وزياده على كده من بيت مجد وغني وابوه. مش عايزه اتجوز. انا مش بجبرك انك تتجوزيه، شوفيه بس. طب ما تشوف انت كمان اللي اختاروا لي ماما. لكن اللي اخترته انا زمانه جاي دلوقتي. قبليه وشوفيه. عن اذن سعادتك. الله 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 الله. اهو ده اتفضل يا فتحي بيه، اعرفك ببابا. تعرفيه ببابا؟ يا عبيطه، ما هو ده العريس اللي انا اخترتولي. ازاي؟ امال انا اتاخرت ليه النهارده؟ فتحي قبلك؟ ايوه، جاني مع ابوه في العزبه النهارده وطلعنا معرفه، وادي احنا رجعنا كلنا سوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا. اهلا يا بابا، اقدم لك ناديه هاني. اهلا اهلا، وحتكون ناديه على العيله ان شاء الله. اهلا بعروستنا الحلوه. سعاده البيت، اسمح لي اقدم لك والدي رضوان باشا. والدك كده خط لسه. شاكر بيه خال نادية هانم ورئيسي في البنك. تشرفنا يا شاكر. العفو العفو العفو. الله يا سعادة الباشا، أنا أحب ابنك فتحي ده لله في لله. من يوم ما توظف عندنا في البنك قلت الجدع ده ضروري أصله كويس. العفو العفو. وكانت معاملتي له معاملة ممتازة. أنا نظرتي ما تقعش الأرض أبداً. أنا نفس
مبسوط، مبسوط جدا. ولو اني نادية راح تروح مني، لكن ماما ماما حضرتك. ازاي تسمح لنفسك وتيجي هنا؟ فين وعدك ليا؟ فين حلفانك؟ فين هم؟ هم فين؟ اسألي نفسك. انت مش وعدتيني يا... فين العروسة والعريس؟ عاوز اشوفهم. يا حضرة الآنسة، دخولك دلوقت هيسبب مأساة هائلة، كارثة. انا مستعد. من فضلك فين العروسة؟ اتشنكلناها كلنا. وانت يا سي فتحي ارتحت خلاص؟ الف مبروك يا اخويا. تعالى تعالى كده شويه عيال يلعبوا بيك. مين مين اللي يكسر حتى البيت؟ اسمح لي اقدم لك سهام اختي. اذا اسمحوا لي اخبركم كلكم. حاسب جوزها وراك. حمدي اهو ده شاكر بيه اللي اداني الالف جنيه. تصرفنا. انما تنساش يا بيه ان ده نتيجه خطتي. خطتي الجهنميه. ابدا، الفضل مش لك، الفضل للحب. اذا يحيى الحب يا عبر.